عبد الله الثاني يؤكد في اتصال هاتفي مع برهم صالح حرص الأردن على أمن العراق واستقراره. البرلمان يصوت على إلزام الحكومة بإنهاء التواجد الأجنبي. عبد المهدي: ما حصل يوم الجمعة من عملية جوية هو اغتيال سياسي. والصدر يدعو الفصائل للاجتماع للبدء بمقاومة عالمية ضد أمريكا. أهلا بكم. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس برهم صالح للتأكيد على حرص الأردن الدائم بالحفاظ على أمن العراق واستقراره. وشدد ملك الأردن على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر وحماية العراق وشعبه بكل مكوناته وتجنيب المنطقة والعالم أي تهديد للسلم والاستقرار. عقد مجلس النواب اليوم جلسته الاستثنائية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي والتي حملت رسائل سياسية عدة في مقدمتها موضوع التواجد الأمريكي في العراق. وليس ببعيد فقد صوت البرلمان اليوم على قرار نيابي من 5 إجراءات بخصوص الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، حيث صوت على إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش والعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان، وتقديم الشكوى الرسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد أمريكا وحصر السلاح بيد الدولة. وفي الجلسة ذاتها أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أن المجلس الوزاري للأمن القومي أجمع على إنهاء التواجد الأمريكي في العراق بما يراه أنه من مصلحة العراق والولايات المتحدة في هذه الفترة. كان بالإمكان حسب شرح السيد وزير الخارجية العراقي والقانونيين في جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني المنعقدة بتاريخ 3/1/2020 أن يتخذ المجلس المذكور القرار الذي تراه العراق الحكومة العراقية محققا لمصالح العراق دون الرجوع إلى مجلس النواب الموقر. ولقد أجمع أعضاء المجلس في الاجتماع المذكور أنه من مصلحة العراق والولايات المتحدة في ظل هذه الظروف إنهاء هذا التواجد بعد التطورات الأخيرة والسعي لإبقاء علاقات صداقة بين الطرفين ومنعه من أن يكون ساحة لصراع أو حرب سعى لإبعاد نفسه عنها. فالأساس القانوني لتواجد القوات الأجنبية أسسته الرسالتان المشار إليهما آنفا والصادرة من الحكومة العراقية واللتان وقع عليهما وزيرا الخارجية ولم في غضون ذلك قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خيارين رئيسيين إلى مجلس النواب من خلال إنهاء التواجد الأمريكي ووضع الترتيبات لذلك، أو العودة إلى مسودة تواجد القوات الأجنبية والتي اشترطت فقط في تدريب القوات العراقية. لكن واقع الحكومة الحالية والأوضاع في البلاد، ولأن هذا موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لنا يدور في العراق والمنطقة، والتداعيات المرتقبة بعد استشهاد قائدين كبيرين كالمهندس وسليماني، ولأن الحكومة حريصة على بلورة وتبني موقف وطني واضح ومستدام يستند إلى قاعدة عريضة حيال هذا الملف الاستراتيجي الخطير، لذلك نعرض على مجلسكم الموقر التفكير جديا ودراسة الخيارات
وتبعات كل منها قبل اتخاذ القرار الذي يحمي مصلحة البلاد ويحمي سيادتها ويمنع انتهاك أمنها والتدخل في شؤونها ومن أي طرف، أو يقود لتعريض مواطنيها أو أي مواطن أجنبي يعيش على أرضها للخطر والتهديد أو ما يهدد نسيجنا الوطني أو علاقاتنا الخارجية أو أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمصالح الوطنية والأجنبية العاملة في العراق. لذلك إننا أمام خيارين رئيسيين: واحد، إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك. اثنين، العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب الموقر قبل مجيء هذه الحكومة، ينص نص إن شروط تواجد أي قوات أجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الأمنية العراقية ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية، سواء في حركة هذه القوات أو استخدام الأجواء العراقية. ولا يجوز تواجد قوات أجنبية تتولى مهام قتالية على الأرض العراقية، وحيث إنه قد مضى أكثر من سنتين على إنهاء دولة الخرافة الداعشية، فإن على الحكومة العراقية أن تضع جدولا زمنيا ملزما بتخفيض أعداد هذه القوات باتجاه إنهاء وجودها بالكامل على الأرض العراقية وبما يحقق المصلحة العراقية والسيادة الوطنية. وأشار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في توضيحه لما جرى من يوم الجمعة وقيام الجانب الأمريكي بالعدوان على موكب قادة الحشد الشعبي واستشهاد نائب رئيس الهيئة العامة للحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مع قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني هو اغتيال سياسي مرفوض بحسب وصفه. ويقينا سيضع مجلس النواب عبر الكتل والنواب مقترحات لنصوص تشريعية تحقق الخيار الصحيح، ولكن قبل أن يقرر المجلس الموقر خياره أضع أمامكم الحقائق الآتية: واحد، ازداد التعارض بين أولويات العراق والولايات المتحدة الأمريكية مما زعزع الثقة بين الطرفين، تغذيها إيران اعتراضات مختلفة من قبل الولايات المتحدة على الحشد الشعبي أو على علاقات العراق بواحد من أكبر جيرانه، والضغوط المتزايدة في نظام العقوبات والتجاوز المتكرر في ممارسات تتعلق بالسيادة العراقية واتخاذ قرارات انفرادية تجريمية على شخصيات عراقية، بل وشن عمليات عدوانية قاتلة على معسكرات رسمية وشخصيات رسمية عراقية وأجنبية، وإعطاء الأولوية لحماية القوات الأجنبية من العراقيين، والتي من المفترض أنها جاءت لحماية العراقيين إلى آخره. ومع هذا التعارض سيصعب اللجوء إلى الخيار الثاني، فإذا كانت الحجة هي أن المعسكرات تهاجم من عناصر غير منضبطة، فهذا واجب القوات العراقية وليس واجب أي طرف أجنبي أن يتصرف بمفرده. فما حصل يوم الجمعة من اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والفريق سليماني ورفاقهم العراقيين والإيرانيين هو اغتيال سياسي عليه جدل قانوني واسع. وتحالف سائرون مقتدى الصدر اليوم دعا مجلس النواب إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا وغلق سفارتها. وقال الصدر في تغريدة له على تويتر إن ما وردني من نقاط يجب التصويت عليها في البرلمان بما يخص التواجد الأمريكي في العراق أعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية
والتصعيد الإقليمي وأعلانه العداء للدين والمذهب. وأضاف لذا أعلن أنه لم يتم ما يلي: أولا إلغاء الاتفاقية الأمنية فورا، وعدم الالتزام ببنودها المجحفة والمذلة، ثانيا غلق سفارة الشر الأمريكية في العراق فورا، ثالثا غلق القواعد الأمريكية وطردها بصورة مذلة، رابعا تجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه، خامسا إسناد الجيش العراقي والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية المنضبطة لحماية سيادة العراق وحدوده وسمائه، سادسا حماية السفارات الأخرى في العراق، سابعا مقاطعة المنتجات الأمريكية في العراق بل أشمل من ذلك، فيما دعا الصدر الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان عن تشكيل أفواج المقاومة الدولية، مؤكدا أنه وإذا لم يقم البرلمان بذلك فلنا تصرف أكبر بحسب قوله. عقد نواب تحالف الفتح مؤتمرا صحفيا بعد توصيات البرلمان على قرار يقضي بإنهاء التواجد الأجنبي في البلاد، مؤكدين أنهم سيسلكون طريق أبو مهدي المهندس، مشددين على أن السيادة والاستقلال الحقيقيين لن يستكملا شروطهما إلا بعزم المقاتلين. وقال النائب عن التحالف أحمد الأسدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور نواب الفتح، قال إن شهادة أبي مهدي المهندس لن تزيدنا إلا إصرارا على موقفنا الرافض للوجود الأمريكي، موضحا أن قررنا بطرد كافة القواعد الأمريكية وإجلائها عن الأراضي العراقية واقتدارا في المضي بذات الأهداف التي سار عليها المهندس طيلة 40 عاما من مسيرته الجهادية التي قضاها في جبهة المقاومة دفاعا عن العراق وشعبه وحقوقه المدنية وعدالته الاجتماعية، وخلاصا من القمع والجبروت والاستبداد الذي قيد العراق من أقصاه إلى أقصاه. في السياق ذاته قدمت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي اليوم شكرها إلى أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على إنهاء التواجد الأجنبي في البلاد واصفة إياهم بالشجعان. وقالت الفتلاوي في تغريدة لها عبر موقع تويتر بعد تصويت البرلمان على إنهاء التواجد الأجنبي في البلاد: عاش العراق، وشكرا للشجعان الذين صوتوا، وشكرا لدماء الشهداء الطاهرة. إلى النقيض الموضوعي، فقد وصف النائب فائق الشيخ علي اليوم جلسة مجلس النواب الاستثنائية بشأن إخراج القوات الأجنبية بتيه به. وقال الشيخ علي في تغريدة أن جلسة مجلس النواب الآن بالعامية العراقية تيه به، وأضاف بالمعايير القانونية لا تعني شيئا وليست ذات أثر قانوني أو سياسي، وبين أنه بالمعنى السياسي استعراض فارغ وتهديدات جوفاء لمنفعلين ينعون أنفسهم للعالم، واستطرد أنه حضور مهين ومسيء بحق هذه المؤسسة المهمة، ووجه كلمة إلى بعض النواب والنائبات: بابا اذقلوا شوية، بحسب تغريدته المثيرة للجدل. النشرة هذا. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن والأمم المتحدة حول الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة
رفيعة المستوى على الأراضي العراقية، والتي نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر محمد أبو مهدي المهندس، مع ثلث من الشهداء من القيادات العراقية وصديقة، ما يشكل انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية ومخالفة لشروط وجود القوات الأمريكية في العراق. اعتبر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم أن العالم أصبح أكثر أمنا من دون قاسم سليماني. وقال بومبيو في مقابلة تلفزيونية إن العالم أصبح آمنا بعد قتل سليماني، مبينا أن عادل عبد المهدي استقال من رئاسة الحكومة بسبب تدخلات إيران، وأكد أن واشنطن تتطلع لمتابعة عملها في العراق، متوقعا من إيران محاولة حقيقية لاستهداف القوات الأمريكية. وأضاف معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استعداده لضرب 52 هدفا إيرانيا بما في ذلك الأهداف المهمة والثقافية، سنتصرف وفقا للقانون، لقد فعلنا هذا دائما وسنفعله. أكد المحلل والباحث في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي اليوم أن البرلمان قام بإلغاء اتفاقية 2016 وليس 2008، مشيرا إلى أن المصوت عليها لا تعني إجلاء القوات الأمريكية. وقال الهاشمي في تغريدة له على تويتر أن الجلسة البرلمانية اليوم تم التصويت بها على قرار نيابي ينص على إلغاء اتفاقية 2016 التي تنص على عضوية العراق في التحالف الدولي لمكافحة إرهاب داعش، ونوه إلى أنه ليس هناك ما يدل على إجلاء القوات الأمريكية أو الأجنبية. وأيضا القرار النيابي بعيد كل البعد عن إلغاء الاتفاقية العراقية الأمريكية 2008. وللحديث أكثر حول موضوع تصويت البرلمان على إلغاء تواجد القوات الأجنبية وما يترتب عليه وتبعاته السياسية، ينضم معنا عبر الهاتف الباحث والأكاديمي الدكتور مهند الجنابي. أهلا بك دكتور. بداية لو سمحت حدثنا عن الموقف القانوني من تصويت مجلس النواب اليوم على إلغاء طلب العراق المساعدة من قوات التحالف. مساء الخير ومساء الخير على السادة المشاهدين جميعا. نعم. الموقف القانوني الذي اتخذه اليوم مجلس النواب يعني ينظر له على أنه موقفا لا يمكن أو ليس من اختصاصاته أو ليس من صلاحياته. كان يعني الحديث في الأيام الماضية عن أنه هناك مطلب أو أن هذه الجلسة التي حددت هي من أجل إلغاء الاتفاقية الأمنية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. فعليا الإلغاء يجب أن يكون من خلال قانون. وصلاحية يعني مشاريع القوانين هي واضحة في الدستور، هي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حقا. أما بالنسبة إلى مجلس النواب فيحق لعشر نواب تقديم مقترح قانون، وهذا الموضوع مثل المحكمة الاتحادية بقراريها 43 و44 لسنة 2010، واعتبرت أنه ليس من اختصاصات مجلس النواب تقديم مشاريع قوانين، وإنما تقديم مقترحات قوانين على أنه ترسل هذه المقترحات إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب لصياغتها بصورة مسودة وتعاد مرة أخرى لمجلس النواب للتصويت عليها. نعم. هذا من جانب. نعم. من الجانب الآخر أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وباعتبار أنه تشريع القوانين يعتبر من الوظائف الأصيلة للحكومات، وأن الحكومة الحالية الحكومة العراقية ليس من اختصاصاتها أن تقدم مشروع قانون باعتبارها حكومة تصريف أعمال، وبالتالي نحن أمام قناة واحدة هي قناة السيد رئيس الجمهورية في إرسال هكذا مشروع إلى مجلس النواب.
طيب. ما اعتقد في الجلسة هو أيضا يعتبر مخالفة قانونية ومخالفة دستورية، لأنه الذي اتخذ هو قرار تشريعي. وإذا عدنا أيضا إلى العام الماضي أو عفوا عام 2018 بالتحديد في يوم 23/12 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها رقم 140 الذي نقضت فيه صلاحية مجلس النواب في إصدار قرارات تشريعية. هذا القرار طيب. يعني أنهى صلاحيات أو إمكانية إصدار قرارات تشريعية بقوة القانون، أو أنها قد تكون ملزمة للحكومة، هذا لا يدخل بتخصصات النواب. وبالتالي أعتقد أنه الجلسة اليوم طيب يعني دكتور نعم طيب دكتور محمد، يعني ما الذي تقرأه في قادم الأيام بالأخص بعد دعوة السيد مقتدى الصدر لإعلان المقاومة الدولية؟ يعني الأيام القادمة هي يعني تحمل الكثير من التطورات ومن المفاجآت. إذا أخذنا المحور المتعلق بالقوات الأجنبية في العراق، أعتقد أنه اليوم على الرغم من أنه هذه القرارات غير ملزمة وغير قانونية، ولكن فعليا اليوم التحالف الدولي والقوات الأجنبية في العراق هي رفعت يدها عن دعم العراق، سواء بقت في العراق أو انسحبت. مسألة الدعم ومسألة الـ يعني تقديم المشورة والتسليح والتدريب هذا توقف تماما بناء على قرارات من الإدارة الأمريكية ومن حلف الناتو. الخاسر الوحيد في هذا الموضوع هو الأمن الوطني العراقي. الأمن الوطني العراقي لم يحقق دام سيطرته على الأراضي وعلى الأجواء وعلى طيب يعني هل تتوقع موجودة من نعم دكتور العربية. يعني هل تتوقع أن يصبح العراق ساحة صراع بين أمريكا وإيران، بالأخص بعد تصريح مستشار خامنئي بأنه سيكون هنالك استهداف لقواعد أمريكية؟ يعني مع شديد الأسف إذا قرأنا الموقف الأمريكي بدون مجاملة، هو موقف واضح منذ العمليات التي نفذتها ضد مقرات كتائب حزب الله. الولايات المتحدة لا تصرح ولا تتعامل مع العراق على أنه طرف في هذا الصراع أو في هذا التصعيد. كافة التصريحات الأمريكية والمواقف والبيانات، على الرغم من أنه العراق أو أراضي العراق هي ساحة هذه العمليات، ولكن كموقف سياسي لم تعتبر الولايات المتحدة أنه العراق طرفا في هذا الصراع. ولكن للأسف أنه القوى السياسية العراقية هي تركض نحو إدخال نفسها، هي لا تسير بهذا الاتجاه، هي تتسابق من أجل إدخال العراق كطرف فاعل ومؤثر جدا في هذا الصراع. نعم. لا سيما أنها تضع نفسها أمام الولايات المتحدة، يعني أمام هذا الصراع الأمريكي الإيراني. القوى السياسية تدفع بالعراق لأن يكون في الجبهة الإيرانية أمام الجبهة الأمريكية. أعتقد أنه العراق لا يتحمل تكاليف هكذا صراعات ولا يتحمل وصلت الفكرة. نعم دكتور مهند الباحث والأكاديمي دكتور مهند الجنابي، شكرا جزيلا لك. أكد النائب سركوت شمس الدين اليوم أن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أفضل حل للتعامل مع القوات الأمريكية المتواجدة في العراق. وقال شمس الدين في تغريدة على تويتر أن هناك اقتراحات متعددة للتعامل مع وجود القوات الأجنبية، وأن أفضل طريقة للتعامل معها هي إيقاف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية وتجنب المواجهة على الأراضي العراقية. وأوضح أن الجيش العراقي في تحالف مع القوات الأمريكية ضد داعش كما تتحدث الحكومة العراقية. نفى مصدر نيابي مطلع اليوم حضور 13 نائبا عن تحالف القوى جلسة البرلمان اليوم. وقال المصدر إن ما نشر بهذا الشأن مزور ولا صحة له، مشيرا إلى أن عدد النواب عن التحالف الذين حضروا الجلسة واحد فقط. وانتشرت وثيقة مزورة أشارت إلى حضور 13 نائبا عن تحالف القوى الجلسة، الأمر الذي نفاه المصدر جملة وتفصيلا. الانتقال إلى الأخبار الاقتصادية مع إبراهيم، ولكن بعد الفاصل.
الفتلاوي يكشف عن موافقة التجارة على إنشاء سايلو في المشخاب لاستيعاب أكبر عدد من المحاصيل. والرئيس التنفيذي لأبل يفقد 11 مليون دولار في 2019. أهلا بكم من جديد. أكد النائب عن محافظة النجف الأشرف فاضل جابر الفتلاوي اليوم السبت أن وزير التجارة محمد هاشم وافق على إنشاء سايلو في قضاء المشخاب لاستيعاب أكبر عدد من المحاصيل الزراعية. وقال الفتلاوي أن محافظتي الديوانية والنجف تعانيان من عدم وجود سايلوات لاستيعاب منتجاتهم الزراعية بعد ازدهار المنتج الوطني خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن وزير التجارة وافق على إنشاء سايلو في قضاء المشخاب في محافظة النجف بحجم 25 دونما، وأضاف أن العراق سيصدر أغلب منتجاته الزراعية خلال الأيام القليلة المقبلة. أعلنت العتبة الحسينية المقدسة اليوم الأحد عن مباشرتها لإنشاء أكبر معمل لصناعة الأدوية في البلاد، ينتج أكثر من 200 نوع من الأدوية والعقاقير الطبية. وقال معاون مدير أعلام العتبة الحسينية حسن الجبوري أن شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة باشرت بتنفيذ أكبر معمل لصناعة الأدوية في مدينة كربلاء على مساحة تصل إلى 20 كيلومتر مربع. وأضاف الجبوري أن العمل يجري وفق مدة محددة لإنجاز وهي 3 أعوام، حيث من المؤمل أن ينتج أكثر من 200 نوع وصنف من الأدوية والعقاقير الطبية. أعلنت معاونية الإسمنت الجنوبية المسؤولة عن إدارة معامل الشركة العامة للإسمنت العراقية في المنطقة الجنوبية اليوم الأحد عن حصولها على شهادة الجودة العالمية من الشركة الفرنسية المانحة لمعايير الجودة بعد استكمال مراحل التأهيل. وقال مدير عام الشركة المهندس حسين الخفاجي أن منح الشهادة جاء بعد جولات وكشوفات ميدانية لكادر الشركة الفاحصة وفق أسس علمية في كافة مجالات الإدارة والتطبيق الكامل لمتطلبات الجودة التي تهتم بها الشركة كأولوية، كونها ينعكس على جودة الإنتاج ونوعية المنتج المعروف في السوق المحلية بتاريخ العريق الممتد لأكثر من 80 عاما، كاشفا في ذات الوقت عن تحقيق معامل الشركة الجنوبية كميات إنتاج وبيع بلغت 4 مليون طن خلال العام الماضي 2019 وبنسبة تطور بلغت 103 مقارنة بالعام الذي سبقه 2018. أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج عن طريق الفروع في خارج البلاد. وقال المكتب الإعلامي للمصرف أن هنالك متقاعدين متواجدين في بعض الدول وأن المصرف مستمر في تحويل رواتبهم إلى فروعهم في عمان وبيروت وأبوظبي وصنعاء والبحرين وفق ضوابط وإجراءات قانونية. وأشار البيان إلى ازدياد أعداد المتقاعدين الذين يتم تحويل رواتبهم إلى الخارج، والمصرف يحرص على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم واستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تواكب نظيرتها من المصارف العالمية. فقد الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك 11 مليون دولار بعد حصوله على إجمالي رواتب ومكافآت عن العام 2019 بلغت قيمتها 125 مليون دولار. ويقل المبلغ الذي حصل عليه الرئيس التنفيذي لشركة أبل بنحو 11 مليون دولار عن إجمالي رواتب وتعويضات وحوافز العام 2018، حيث بلغ إجمالي الأموال التي حصل عليها تيم كوك 136 مليون دولار. وعلى الرغم من أن راتبه البالغ 3 مليون دولار سنويا بقي كما هو في العام 2019، فإن مكافأته انخفضت من 12 مليون دولار إلى 7.67 مليون دولار وفقا لتقرير قدم هيئة الأوراق المالية والبورصة.
أخيرا قالت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات أنها ستستدعي 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011، وذلك لأن السقف الزجاجي المتحرك قد ينفصل ويشكل خطرا على الركاب. ويغطي قرار الاستدعاء أكثر من 24 ألف طراز من الفئات C و CLK و CLS و A. قالت الشركة أن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالا لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه. أضاف المتحدث باسم الشركة بأنه لا يملك العدد الإجمالي للسيارات التي ستستدعى على مستوى العالم. نهاية النشرة. حميد المظهور مع الحقيب الرياضي، لكن بعد الفاصل الاقتصادي دمتم بخير. شكرا للزميل حميد. وقبل الختام تذكير بالعناوين. عبد الله الثاني يؤكد في اتصال هاتفي مع برهم صالح حرص الأردن على أمن العراق واستقراره. البرلمان يصوت على إلزام الحكومة بإنهاء التواجد الأجنبي. عبد المهدي ما حصل يوم الجمعة من عملية جوية هو اغتيال سياسي. والصدر يدعو الفصائل للاجتماع للبدء بمقاومة عالمية ضد أمريكا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.